طلق موسم زنجيل النويدرات من حوالي 13 سنة، وتم الاهتمام به بصورة مباشرة في 2014 على ما أظن. 2014 ابتلت تبلور فكرة الزنجيل الصحيحة، حيث ساعدت إدارة المأتم في استضافة خبرات ورواليد من خارج القرية، كما ساهمت في الذهاب إلى الاطلاع على تجارب القرى الأخرى. فنسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا في خدمة المأتم وخدمة الموكب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm